السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض جمبري وسمك بالشكل ده. الجمبري اهو، والسمكة معانا اهي، لسه ما قطعتهاش، هنقطعها مع بعض سوا ونشوف هنعمل فيهم ايه. هنقشر بقى الجمبري، هجيب طبق عشان اقشر. هو تقشيره سهل خالص، هنشيل راس الجمبري ومن تحت كده هنشيل نقشر. بس انتي خلي بالك وانتي بتقشري، عشان ايه؟ وانتي بتشيلي الديل كده ساعات بتتقطع معاكي. ونجيب بقى سكينة عشان نفتح ايه سلسلة الظهر من ورا دي، لازم نشيل الحتة دي من في الجمبري من ورا. تفتحي فتحة صغيرة كده ونشيل السلسلة كده، بس بالشكل ده. هعمل معاك واحدة كمان، نقطع الراس كده نقشره. طبعا الشتا بقى بيبقى السمك فيه حلو قوي والجمبري، فاستغل الوقت ده بقى وجيبي سمك وجمبري كتير، وبيبقى رخيص في الشتا كمان. هقشر بقى الباقي كله وارجع لكم. بص انا قشرت اهو بالشكل ده، شلت كل السلسلة اللي فيه وغسلته، سبته بقى يتصفى وجبته لكم اهو بالشكل ده. هنقطع بقى مع بعض السمكة، سمكة الفيليه ده قشر بياض، هنقطعها بقى زي ما تحبي، شرايح كده، عايزه اكبر عايزه اصغر زي ما تحبي. في ناس بتحبه بتقطعه كبير، في ناس بتحبه صغير، فدي على حسب ذوقك انتي. اهو بالشكل ده انا بحب اقطعه كده. اقطع برضو بقية التانية، خلص بقى تقطيع وارجع لكم. انا قطعته اهو بالشكل ده، انا كنت غاسلة طبعا السمكة قبل ما اقطعه، كنت غاسلاها كويس جدا ومصفيها من المية. هنعمل بقى الخلطة اللي هنحطها على السمك والجمبري مع بعض. معايا قرن فلفل رومي كده وقرن حراق وكم فص ثوم وليمون. التوابل بقى اللي معانا، معايا ملح ومعايا معلقة بهار سمك ومعايا كزبرة وكمون. هنحط بقى الفلفل بتاعنا في الكبة. انتي بقى مش حابة فلفل حامي ممكن تستبدليه برومي، ما تحطيش حريق، انتي وراحتك. قطع بقى الفلفل الرومي كده، الثوم هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، الملح والبهارات السمك والكمون والكزبرة. انتي بقى حابة تضيفي اضافات تانية انتي وراحتك زي ما تحبي. نعصر بقى الليمون، السمك دي من الاكلات المفضلة ليا بصراحة، انا بحب السمك جدا، وطبعا ده كتير قوي في الشتاء بينزل انواع السمك كلها بتبقى حلوة قوي. نضرب بقى الخلطة دي كلها مع بعض، الخلطة دي بقى اللي هتطعم السمك بتاعنا وتخليه تديله طعم هو الجمبري.
الكهرباء زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ننزل بيها على السمك بتاعنا والجمبري. بصي نعميها حلو قوي عشان تبقى مش باينه كده في السمك والجمبري وانتي بتحمريه. انا ضربتها كويس قوي. بصوا ناعمه ازاي. حطها بقى على الجمبري كده شويه على السمك ونقلبهم بقى في بعض. نقلب كده لغاية لما التتبيلة ايه تدخل في الجمبري كله. ونسيبه بقى ساعتين، يعني اقل حاجة في التتبيلة دي ساعتين، ما تشتغليش بيه على طول عشان تديله طعم وتشرب من التتبيلة ويبقى طعمه حلو. هنسيبه بقى في التتبيلة زي ما قلت لكم ساعتين في التلاجة ونرجع نعمله مع بعض. هنجيب بقى الدقيق بعد ما خلص سيبناه ساعتين، ننزل بمعلقتين نشا على الدقيق، نفس البهارات اللي حطيناها في التتبيلة هنحطها على الدقيق، ملح وفلفل وملح وكمون وبهار السمك والكزبرة. نقلبهم في بعض كده. هنجيب بقى ايه طبق فاضي ون ايه ونغلف بقى ايه الجمبري بتاعنا في الدقيق. نفضيها بقى كده في الدقيق عشان ايه الدقيق ما ينزلش ويحرق معانا في الزيت. نفضها كده كويس زي ما انتوا شايفين. هنعمل بقى ايه كل الجمبري بنفس الطريقة كده. نحط عليها دقيقة دقيق، نحط الدقيق كده وننفضه. خلص بقى كل الكمية دي بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. واحدة واحدة كده نعمله مع بعض علشان ايه ما تعمليش كله مرة واحدة عشان ما يكلكعش منك والدقيق ايه ميبقاش حلو. لا واحدة واحدة كده وننفضه من الدقيق ونرص. خلصت بص الكمية كلها اهي. نعمل بقى ايه السمك بتاعنا. نحط برضو في الدقيق كده ونغلفه كويس، ما تسيبيش حاجة مش محطوط فيها دقيق. هنغلف السمك كله كده بالشكل ده. طبعا انا مجهزه طاسه وحاطه فيها زيت على النار عشان لازم يبقى زيت سخن. ننزل بيها بالجمبري بتاعنا. نحط الجمبري في الزيت كده. نحمره بقى بالشكل ده. بس انا قلبت على الوش التاني اهو ياخد اللون الذهبي ده بالشكل ده، شكله حلو قوي. خلصت الجمبري. حمر بقى السمك. ياخدش وقت معانا، يعني اكلة السمك دي سهلة والله، متاخدش حاجة خالص.
انا حمرت بقى السمك كله. هنعمل الرز بقى مع بعض. جايبه حله هننزل عليها بالزيت، نفس الزيت اللي كنا محمرين فيه الجمبري والسمك، بيطعم الرز قوي، بيخليه طعمه حلو قوي. ومعايا بصله، جايبه بصلايه كبيره وفرمها كويس، وهنزل عليها الزيت. نعمل بقى رز الصياديه كده بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. هنحمر بقى البصلايه كويس جدا لغايه لما تحمر معانا، عشان دي اللي هتدي لون للرز بتاعنا. بصوا بالشكل ده، خليتها بني كده. بعد كده غسلت رز وصفيته كويس، وهنزل بيه على البصل. هقلب بقى الرز مع البصل كده شوية قبل ما ننزل المية. انا محضرة مية في الكاتل مسخناها، واقلب الرز كده يتغلف مع البصل. سيبه بس دقيقة كده على النار، بعد كده ننزل بالمية المغلية بتاعتنا، لازم أن تكون مغلية. حط الملح، ننزل بمعلقة كمون، نقلب بقى كله مع بعض. بعد كده ننزل بقى ايه بالمية المغلية بتاعتنا. طريقة الرز سهلة خالص والله، مش بتاخد حاجة ومش صعبة خالص. اللي بيقولوا الرز مش بيظبط معانا، جربوا بالطريقة دي هتظبط معاكوا كويس جدا ومش هيعجن منك. حط بقى المية، يا دوبك المية بس تغطي الرز كده. وهيطلع معانا رز مفلفل واحلى رز هتدوقوه. المية هننزل بقى، بصوا انا مقطعة طماطمية مكعبات وفلفل مكعبات رومي، بيطعم الرز وبيخليه طعمه حلو قوي. حتى معاهم يعني نص قرن فلفل شطة حراق، انتي طبعا ده اختياري، مش عايزة تحطي ما تحطيش، بس التكاية دي بتفرق قوي مع الرز. جربيها بالتكاية دي هتعجبكو قوي. بصوا المية شربت معانا اهي، هنوطي بقى ايه على الرز ونغطيه كده. اكلتنا خلصت مع والرز استوى وعملت سلطة معاهم. بص شكل الرز عامل ازاي، بجد تحفة. جربوه بالطريقة دي صدقوني مش هتندموا، ولا عجن معانا ولا اي حاجة. بصوا مفلفل ازاي، ده شكل السمك بتاعنا بعد ما خلص، والجمبري مفكش معانا ولا اي حاجة، طالع زي ما هو. عملت معاهم سلطة خضراء، سلطة الطحينة. ده كان غدانا النهاردة. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ويكون طريقة سهلة وخفيفة عليكم، وجربوه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو، اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا باي باي.